إن أمير المؤمنين استعملني على الشام، ثم رضي مني ورضيت منه بقنسرين. فلما صارت الشام دقيقا أبيض منخولة وعسلا سائغا عزلا. لم يكن أمير المؤمنين عمر يأخذ على خالد من سوء، ولكنه كان يأخذ على سيفه التسرع والحدة، ولقد عبر عن هذا حين اقترح على أبي بكر عزله إثر مقتل مالك بن نويرة، فقال إن في سيف خالد رهقا، أي خفة وحدة وتسرع. فأجابه الصديق قائلا: ما كنت لأنزع سيفا سله الله على الكافرين. لم يقل عمر إن في خالد الرهقة، بل جعل الرهقة لسيفه لا لشخصه، وهي كلمات لا تنم عن أدب أمير المؤمنين فحسب، بل وعن تقديره لخالد أيضا. وخالد رجل حرب من المهد إلى اللحد، فبيئته ونشأته وتربيته وحياته كلها، حياته قبل الإسلام وبعده كانت كلها وعاء لفارس، ثم إن إلحاح ماضيه قبل الإسلام والحروب التي خاضها ضد الرسول وأصحابه والضربات التي أسقط بها سيفه أيام الشرك رؤوسا مؤمنة وجباها عابدة، كل هذا كان له على ضميره ثقل كبير، جعل سيفه تواقا إلى أن يطوح من دعامات الشرك أضعاف ما طوح من حملة الإسلام. لقد بكاه عمر يوم مات بكاء كثيرا، وعلم الناس فيما بعد أنه لم يكن يبكي فقده وحسب، بل ويبكي فرصة أضاعها الموت عن عمر، إذ كان يعتزم رد الإمارة إلى خالد بعد أن زال افتتان الناس به ومحصت أسباب عزله، لولا أن تداركه الموت وسارع خالد إلى لقاء ربه. نعم، سارع البطل العظيم إلى مثواه في الجنة، أما آن له أن يستريح؟ هو الذي لم تشهد الأرض عدوا للراحة مثله. أما آن لجسده المجهد أن ينام قليلا؟ هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. أما هو فلو خير لاختار أن يمد الله له في عمره مزيدا من الوقت يواصل فيه هدم البقايا المتعفنة القديمة، ويتابع عمله وجهاده في سبيل الله والإسلام. إن روح هذا الرجل وريحانه لا يوجدان دائما وأبدا، حيث تصهل الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. وإنه لا يقول: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بوليد بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد، في سرية من المهاجرين أصبح بهم المشركين. من أجل ذلك كانت مأساة حياته أن يموت في فراشه، وهو الذي قضى حياته كلها فوق ظهر جواده وتحت بريق سيفه، وهو الذي غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقهر أصحاب الردة وسوى بالتراب عرش فارس والروم، وقطع الأرض وثبا شبرا شبرا وخطوة خطوة حتى فتحها للإسلام. أميرا يحمل شظف الجندي وتواضعه، وجنديا يحمل مسؤولية الأمير وقدوته. كانت مأساة حياة البطل أن يموت البطل على فراشه، هنالك قال ودموعه تنثال من عينيه: لقد شهدت كذا وكذا زحفة، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. وأنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن إلا مثل هذا الرجل. وحين كان يستقبل لحظات الرحيل شرع يملي وصيته. أتدرون إلى من أوصى؟ أوصى إلى عمر بن الخطاب ذاته. أتدرون ما تركته؟ التركة هي فرسه وسلاحه، ثم ماذا؟ لا شيء أبدا، فرسه وسلاحه فقط. ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي، فهو لا يقتني كما يقتني الناس ويمتلكون. ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء الحق.
وما كان في متاع الدنيا جميعه ما يستحوذ على حرصه شيء واحد فقط كان يحرص عليه في شغف واستماته، تلك هي قولون سوته. سقطت منه يوم اليرموك فأضنى نفسه والناس في البحث عنها، فلما عوتب في ذلك قال: نفيها بعضا من شعر ناصية رسول الله وإني أتفائل بها وأستنصر. وأخيرا خرج جثمان البطل من داره محمولا على أعناق أصحابه، ولما علم عمر بأن نساء بني مخزوم يبكين خالد فقال: دع نساء بني مخزوم يبكين أبا سليمان، فعلى أبي سليمان تبكي البواكي.